لما بنحكي موضة وبنرجع بالذكرى لورا، في ناس كتير علموا بهالمجال، أمثال جيمس دين تميز بلوك المتمرد، روجر مور ستايل الجنتلمان، ومارلون براندو اللوك اللي كتير كول. هن ناس ما لحقوا الموضة، بل هن مشاهير عملوا الموضة. نحن رح نسرق ستايلون ورح منفرجيكم كيف. زياد شخص بحب الموضة عامة، هو أصلاً أنيق بحياته اليومية، وستايل بيرس بروسنان بالنسبة له غير عادي لأنه بيعكس صورة رجل قوي لأقصى الدرجات. زياد حابب يلبس التكسيدو المعروف فيها بيرس بروسنان بشخصيته 007، واللي ضلت رمز للأناقة وكملت مع باقي الشخصيات لسنين عديدة. لولا رح تساعده بمهمة غير عادية ورح نشوفه بلوك غير شكل. مرحبا زياد. هاي. كيفك؟ ماشي الحال؟ جايين نحن انا ورولا لنساعدك، بس ما هيئتك بدك مساعده للصراحه. رولا شايفته انا اوريدي بيعرف يحط ستايل، عامل ستايل لحاله. معك حق ساندرا، عنده ستايل خاص فيه وقريب شوي للكاركتر اللي بدنا هلا اللي هو 007. مظبوط. خبريني شوي رولا، كيف اي 007 ايكون نقيتي؟ بيرس بروسنان. أنا بالنسبة لي ساندرا وبالنسبة لكتير عالم أكيد بيرس بروسنان نجح كتير بشخصية 007، إن كان بجسمه بجماله أنا بلاقيه كمان كتير حلو. أكيد والصوت كتير بيلبق له، يعني وقت يلبس هالتكسيدو بتحسي عن جد خلقة التكسيدو لإله. وأنت على فكرة يو هاف ذا لوك، عندك اللوك شوي تبع بيرس بروسنان هيك بالشعر، يعني كبرتك حتكون حلوة مثله. عظيم. انت جاهز لحتى تسمع الكلمة من رولا؟ اكيد فيني اسمع كلمتها. So nice lady like رولا. So انت شايف رولا شو ستايلش كمان؟ yeah I like her style. ما هيك؟ عظيم. يلا رولا انا رح اترككم بمهمة 007، حتكون مهمة كتير هينة ومخدومة. يلا let's go. Yes. أنا بدي هنيك على التشويس تبعك اللي هو بيرس بروسنان. أنا متفاجئة، يعني عندك شوي اللوك مع البوتاي خاصة يعني والشيرت وهيك. يعني شكلك ردي يمكن تمثل شي نهار، تكون ممثل يعني. Why not حنشتغل هلا نحن على الاثنين لوكس، الداي لوك والنايت لوك تبع جيمس بوند بيرس بروسنان. بما أنه النايت لوك معروف رح يكون تكسيدو مع البوتاي، خاصة اللي مشهور فيها هو الكلاسيك تكسيدو، حنروح على الداي لوك بقصص كتير سيمبل وفان وكول. اوكي. انا بالنسبة لإلي بشوفك ببرميودا مع شيرت مهضومة واكيد والاكسسوارز تبعها، يعني هلا بنشوف. ليتس تراي. اي ار يو ريدي؟ يا جيمس بوند ار يو ريدي؟ يس مام. يلا ليتس جو. هيدول اثنين شيرتس، I'll go for this one لأنه كتير cool هيك، كتير مع البرميودا بتطلع كتير أحلى more casual. أوكي. What do you think؟ خليني شوف. لا أنا أكيد بنقي هيدا لأنه ستايلش أكتر. صح. أوكي بس أكيد في الواحد يلبس مع حيلا شورت اللي بده إياه، بس أنه هيدا أوكي. Great. Great. ما بيمشي الداي لوك بلا سان جلاسز تبع جيمس بوند تبع بيرس بروسنان. انا ام جونا تشوز ذس وان. دو يو ثينك ات وود بي نايس؟ اتس رايت بيرفكت. ياو. ار يو ريدي نبلش نشوف للنايت لوك؟ يلا ليتس جو. والنايت لوك شو حيكون؟ اكيد تكسيدو لأنه جيمس بوند شو؟ تكسيدو مان. ده تكسيدو مان مظبوط. حننقي بين هيدي وهيدي، حناخد السلم. اوكي. السلم كات. اتس بيتر. اتس بيتر لإلك كمان. صح. لجسمك. وأكيد مع الوايت شيرت. واو سو نايس. اوكي. شو مي؟ بيوتيفول. اي لايك ات. يس. أكيد ما بيكمل اللوك بلا شوز والبوتاي، ما هيك؟ شوز. تنبلش بالشوز، هيدا الشوز. The classic cut. حنشوف هلا البوتاي حتى يكمل يصير اللوك بيرفكت.
بما انك انت كمان لابس بوطة يعني معود شوي على الستايل. لا I'll go for this one. اوكي اوكي خليها هون خليها هون هيك. اوكي كل شيء تمام. ريدي نقيس هلا هالتكسيدو. يس يلا ليتس جو. هاي واو انا كثير كثير حابه حتى رولا شفتي كيف ماشي هو مرتاح مبسوط. شو يا زياد حابب اللوك تبعك؟ I like it. I'm very happy. أنا فرحان كتير بشخصية جديدة وبسنقد على طول هيك معنا. بس في شي ناقص. أنا حاسة رولا في شي ناقص. ساندرا ما معقولة كيف عرفتي؟ هيدي قلت رجيت لك إياها أنا سربرايز على فكرة. كتير حلوة أنا بس بعنا نجربها. تمام شو كمل اللوك هلأ؟ اللوك صار حلو كتير و كملوا هذه من هون. Let's try. يعني هلا صرت حاضر تحضر للمهمة السرية رح تعملها tonight. 007 style. Yes. صح. رولا خبريني كيف حطيتي له اللوك. ساندرا نقينا لوك كتير كول لبيرس بروسنر لأنه بتعرفي هو معروف أكثر بالتكسيدو وال 007 جيمس بوند ستايل. بقى قلنا خلينا ناخد الأوبوزيت ستايل. نقينا برميودا مع شيرت هات سان جلاسز. نهار مقضاة على البحر عم يعمل شوبينج بنهار. بتعرفي الستارز نحن بنشوفهم دايما نحن بنشوفهم اكثر ريد كاربت هيك بس بنهاراتهم بيكونوا كثير مرتاحين يعني قد ما فيهم يكونوا ريلاكست ما بيقصروا يعني. مظبوط. سو نقينا هيدا اللوك ل 007. انت شايف قد ايه مبسوط هو زياد؟ شيء غريب بس لا بيمشي الحال. طيب زياد انت حاضر لحتى نشوفك باللوك الثاني اللي انا اكيد ات ويل واو اس. من بعد ما كانت مهمة تنقيت الديلوك مش صعبة كتير على رولا قد مهمات الـ 007. خليكن معنا لنشوف زياد بالتكسيدو. بعد ما شفنا زياد بمظهر مريح جداً رح منشوفه بأناقة التكسيدو المعروف فيها شخصية 007. هاي واو زياد يعني الشيكة والأناقة. لازم نحط لك الموسيقى تبع 007 كمان. زياد يور جود لوكس منين جايبهم؟ هذه الايطاليان ستايل. انا اوريدي ماي مام شيز ايطاليان. اه نايس اوكي. رولا خبريني شوي هذا اللوك كيف حطيتيه ويعني تكسيدو بغنى عن التعريف. ما انا ما حاحكي تكسيدو بغنى عن التعريف واكيد التكسيدو مشهور فيها شخصية 007 جيمس بوند أكيد وبيرس بروسنن أكثر شيء لأنه هو بتعرفي عم نعمل نحن شخصية بيرس بروسنن. أوكي زياد أنا بعرف إنه أنت بتمثل يور ستار يعني إن شاء الله تكون هيدا اللوك بيساعدك لتروح يوما ما تستلم أوسكارز. Why not? ساندرا بس أنت لازم تروحي معه لأنه you look great. Thank you. يلا let's go. يلا let's بس go. أنا رح أخذك غير محل عن الأوسكار. رح نروح نعمل فوتو شوت غير شكل. أوكي. يلا. هلا منشوف سوا شو الصح وشو الخطأ بفقرة الفتنس.